ادي قفي برثوليه سايب علينا صاحبي، قالوا يسيو عدي ورث العام بحثيه في الدار، تحب عمبو القفي يطرد ذبوبنا؟ يا ولدي جاوكم بي يا اخي باش نغر بيكم. انا شعبي القفشي معاك شعبي في الشهريه اللي تحكي عليها، كل جمع انا باش نطيب العشاء ونخشي الماعون والشباح نقوم ننظف الدار شعبي. يا القفشي صاحبي هالطحان شلومه؟ ما عادش مخلي بلاصه معاه للطحانه باش يعيشوا، الطحين اللي فما في العالم الكل غار عليه شلومه. اياه اش قلتوا الاولاد؟ ديجا بابا مش باش يعدي راس العام في الدار، سمعت لغه اللي باش يمشي يعدي راس العام هو عمي في اوتيل ولا في ريستوران. بيه قفي صاحبي كي الحكاية كي صاحبي تونسيون عدي ورث العام بحذيك في الدار. عيا حق جنابك دورونا 30-30 كل واحد. ذيبي قفي 30-30 صاحبي كل واحد عليه ذيبي بالذيبنا نرمين صفر للدار ولا اثنين. ادي في بالي القاعدة فري انا صاحبي. علاش يا جابا القاعدة فري؟ جبتك ونسيتك انا، يلزمنا كل واحد 30-30 ندورو 120 دينار بيناتنا باش نقضيو للعشاء وناخذو كعباتنا وشوية لعبة. يلقفسي صاحبي برجولية 30 دينار؟ كيسحة صاحبي كيسحة عملنا سوم يلقفسي. يا تسميرة 30 دينار كل واحد حكاية فارغة، كان جينا باش نكريو دار اقل دار تو يقول لك 150 دينار يهاوجانا اللوكال بلاش. يا اخويا نعرفكم منايكين وما عندكمش ميسالش 20-20 كل واحد وتو نكمل انا الباقي من جيبي. يا دي جيد معاك يا كبير ديما فارح بينا والله لا ينحيك علينا يا القفشي. وراسك غادي وزهمك لينا يا شلومة. اتجابة انتي باش تقضي قضية العشاء، خذنا دجاجتين وخبزة جاتو. ادي قفتي برثولية صاحبي سيب علينا اخويا من الجاتو مستنفين بيه احنا الجاتو، فلوس صاحبي اللي بسيثريو بيهم الجاتو نزيدو نثريو بيهم بزيد مواد كحولية صاحبي. يا جبا صاحبي في الموقف هذا بالذات أبهرتني صاحبي، أقسم بالله أبهرتني. يا القفسي صاحبي كلام جبا صحيح، سيب علينا صاحبي من الجاتو باش نبنكو نعملو كعبات، شكون اللي باش ياكلك الجاتو مع الكعبات؟ باهي مالا جبا جيب لنا كان جاجتين صاحبي وجيب معاك شوية كمية شوية شيبس شوية فاكهة شوية دخان وكعبة ورقة صاحبي. وتساميرة انتي صاحبي امشي للمجازان وخذ لنا كعبة بيرة ومن بعد تعدى جيب لنا شوية لعبة، وانتي شلومة ايجا معايا للدار باش تتلهى بالكوجينة حكا. وتساميرة ما تنساش جيب معاك البلاي هنقصروا بيها الليل. يا القفسي صاحبي البلاي تحبش نركبها في دارنا ونجيب رالونج طويل من دارنا لداركم؟ اكيكا صاحبي بنقص ضو عليكم انتوما راه مش على حاجه صح. ياك يا تساميره. ايه شنيا يا تساميره تتروم صاحبي مش لك الدرجه راني جيعان. اما ما تنساش اغسلوا ساقيكم قبل ما تجيو ولبسوا كلاس تنظيفه. ريت كيفاش هاو بدي بالتليله عم تاعو من توا، اغسلوا ساقيكم ولبسوا كلاس تنظيفة وما تشعلوش سواقر الناس الكل ما بعثكم، شعلوا بالواحد بالواحد يا ودي الليلة مش يذن باش ندخلوا صاحبي ل 2023 واحنا مذلولين صح. شفتك مرة متعدية في زينك يا ليلة البية، نعمل لك واحد سبح وعشية تريرارارارارارارا ملا وهرة وملا حطايد بابا عليك يا عمبو القفسي. ما عقلتونيش ها؟ مانيش باش نقولكم على السر اللي رجعني صغير وترنكوش. يا شلومة فاش تعمل هوني مبمبرلي في الصالة حتسيق على سيق مو لباس. جيبي قفشة تتكوهب مش توا دخلت انا وياك جيبي ومديت لي الطبلية هذي قلت لي الباشا شيبا لينا قفشة شنو شتباني شعبي. يا ولدي نقص من السفاهة متاعك ما تحشمش على روحك ومانيش قفسي انا. اما برجولية يا شلومة طلعت لي المورال متاعي على الاخر، مادامك غلطت فيا تستخيلني القفسي معناها فكرتي ماشية صحيحة. جيبي قفشي شعبي ياك تعرف تقلد شعبي شوت عمبو القفشي برجولية شعبي جبتو جوك. يا بابا اش بيك عامل في روحك هكا؟ جيبي قفشي دوب الرول ادي كيفاش ادي ادي ارحم والديكم اتفهموا شكون فيكم قفشي خانفهم اموري اقسم بالله لا فهمت شي. يا قفشي شعبي كاميرا كاشية هذي بتاع 2023 ولا شنية شعب؟ ايه شنية بابا سابخ شعرك ومزقلة من اللحية ايش فما؟ يا ولدي نسبخ شعري ولا نسبخ ترمتي مالك ومالي؟ اسبخت شعري وحجمت لحيتي فما مشكل؟ ايه لا لا بابا ما فما حتى مشكل منور بقعص راك. وشلو ما فيش قاعد يعمل لهنا متصدر لي في الصالة تقول علي عروس؟ هذاك الطباخ متاع ليلة راس العام يا بابا باش نبنك انا والولاد اطراح بلاي دجاجتين قويزيزة وطرف جاتو سهرية خفيفة نظيفة أربعة من الناس أنا وجبا وشلومة وولد نعيمة. أعجب أربعة ذكورة باش تعديو راس عام ما عندكمش حويرة بيرة كعيبة شراب
داخلين لالفين وثلاثة وعشرين أكيكة فايقين مسح صحين. يا ولادي شنية مشكلتكم؟ ما عندكمش فلوس؟ نعطيكم تشريو ميسالش بتباعتها مريرة في العام. والله يا بابا الحقيقة رانا أخذينا برجولية أخذينا أمامك تعرف ما نجمش نقولك على قدر وكالفازين. ريت كيفاش يا القفسي نصلبك على راسك يا دقو؟ ناوي تحلي بار في الدار انت واصحابك وتعملوا شغب؟ أي تحبوا تسهروا هونوا على رواحكم، اخرجوا اسهروا بالفلوس ولا كريو دار، مش تسهروا لي في داري لهنا. اي مالا تعرفش كيفاش باش نسهر في الدار انا واصحابي؟ شلو ما طبيخ السهرية والتسميرة باش يجيب البلاي والجبة باش يجيب قضية العشاء. اوكي مون بير. اتعلي في صوتك على ابوك يا هامل. سامحني بابا. اي ركحوا جوكم وركشوا على رواحكم، رد بالكم تجيبوا البنات وما تكلمونيش. لا يا بابا تهنى تهنى اذكورها صافي. يا ولدي في صورة ما حتى كير ركبت لكم اعلموني باش نبدا نعرف وكهو. هادي قشم بالله انا شعبي ما عاش فيهم شيء، ما عاش فيهم شيء. شكون فيهم قفشي؟ هذا قفشي يحكي مع قفشي ولا عمبو القفشي يحكي مع عمبو القفشي ولا قفشي يحكي مع عمبو القفشي ولا عمبو القفشي يحكي مع قفش؟ هادي اقشم بالله يا شعبي ما عاش فيهم جب من في نقبة من. هاي شلومة هاوكم لفاحات مرسفين على الكوجينة، الخضرة تلقاها في الفرجيدير، الزيت تلقاها في المروات اللي اللوتة. عندك بيه يجي جبا يجيب لك القضية وابدأ احرك على روحك وقيد ديجا الستة متاع العشية توا. مش هذا معاك قفشي شعبي؟ تو نعمل غشلة للمعون مشحة للكوجينة وتخميلة خفيفة شعبي في الشالة بشكيكة مبنكو مبنكو على نظافة وجيبي لوطو شعبي اللي يجيب لي جبا القضية نبدأ شعبي نحرك على روح. اي صحيت شلومة ركح امورك تستحق اي موضوع اني في الصالة. قفشي شعبي كان عندك شعبي تبشم مشخ تحب نخشلهولك نخشلهولك راهو القفش. لا يا شلومة حاشيك صاحبي اتو نغسله وحدي دبشي. العزيز رجعت تقول عمرك 27 سنانا وعتاك اللوك الجديد يا العزيز. والله يا العزيز الفكرة متاعك متاع الصبيغة طلعت فكرة هيلة حتى من حويش بيسبغتهم، اما انتي بيدك حقك سلتك الشنابات مكبرينك شوية رغم الزالو. ماني خممت فيها يا العزيز، جيت نشوف نرقى لي شلاغمي مخبيني صنية طايحة. أعمى برجولية يا العزيز كسلت لحيتك أخرج وجهك كالترمة. أنا وجهي كالترمة وانت شلاغمك الري ترافد. وكان تصب علينا المطر يا العزيز أتو نرجعو رجال كبار. لا تهنى كيك في تونس نمطر ما فماش، عنا السيف وعنا الربيع هكا هو. العزيز بقدرة ربي لا تدو لاني هذا باش نحفلوها مخك يقف. ايش بيك التوى يا جبا الزب هكا معاملين عليك باش نطيبوا العشاء توا جاي؟ القفي صاحبي برزولية ذكي تقطع صاحبي وانا نلوذ على الزيت. يدي ماك تعرف راس عام يدي الناس الكل هيت هيت هابطين على الزيت. يدي مخك يقف صاحبي ما لقيت زيتين الا بالمعارف يا ودي تعرف قريب صاحبي بصنعتي ترمتي باش ناخذ زيتين. المهم ما عطيتهاش ما هدي سبيك مهبول في راسك قفي زبا رازل وسيد الرزال. اي مش مشكل يا جابا ادخل ادخل هاوك عطيتو دجاجتين من الدجاج متاع الدار والدجاجتين هذوما اتو نخبيهم. هدي تحكي بالرسمي قفي انتي ثنيا الزيتين هذوما باش نخبيهم فرمي تقطع وانا نلوث على الزيت. لا خليت لا خزار لا زذار لا مرسي الحوت وين نلوذ ونذري ونذري في الاخر تقول لي الزفتين هذوما باش نخبيهم. يا جابا ادخل صاحبي ادخل زايد باش نفسر لك خاطر نعرفك بهيم ياسر ادخل صاحبي.